السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت الساحة الرياضية الجزائرية من جديد على وقع خبر صادم وفاجع لما بعد الإعلان عن العثور على لاعب جزائري معروف وهو جثة هامدة. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. عثرت مصالح الحماية المدنية في الساعة الأخيرة على لاعب جزائري معروف وهو جثة هامدة، أين تم نقله لمصعد حفظ الجثث. الخبر خلف حالة من الحزن في أوساط الرياضيين وخاصة جماهير كرة القدم في الجزائر. وقالت مصادر إعلامية محلية أن اللاعب الضحية والمدعو بهون محمد فوزي، وهو لاعب اتحاد حجرة النصب ولاية بازا، كان في رحلة غير شرعية نحو الضفة الأخرى، وللأسف لقي حدفه غرقا في شواطئ سكيكدا. إن لله وإنا إليه راجعون.